مش دعوه، مش دعوه باسماء يعني. انا اللي يهمني الاتحاد المصري لكره القدم اللي قبل بلاء حسن، ودلوقتي كابتن احمد مجاهد هو رئيس اللجنه الثلاثيه لتدريب الاتحاد المصري لكره القدم. فعشان كده انا امبارح كنا بننتقد وكنا بنقول ايه اللي هيحصل والدنيا، النهارده لا، المشكله اتحلت، وبالتالي نطلع نقول شكرا لحضرتك وشكرا لكل من اجتهد في هذا الامر. مهندس هاني ابو ريده كان له دور؟ اه كان له دور. فلازم نقول ان الامر بهذا الشكل، لازم نقوله لحضراتكم عشان كل الاهلاويه يبقوا عارفين ان النادي الاهلي عفوا النادي الاهلي ما بيفكرش غير في حاجه واحده بس، مصلحه بلده، مصلحه بلده، مصلحه بلده، انا ثلاث مرات اهو بقولها، ثم مصلحه النادي الاهلي. وهو ده الاسلوب اللي النادي الاهلي وادارته واداراته المختلفه ماشيه بيه. وبالمناسبه برضو عشان ما ننساش، عشان كل شويه انا بسال السؤال ده والناس بتسالني يا اسلام انت ايه اللي انت بتقوله ده، بالمناسبه النادي الاهلي هو الممثل الوحيد لمصر في كأس العالم للأندية، الممثل الوحيد للقارة الأفريقية في كأس العالم للأندية. فلازم أقول هذا الكلام ونتكلم عنه لأنه كلام مهم جدا جدا جدا.